رح نروح لمحطتنا التالية. يمكن نور كتير بنسمع عن التعليم من خلال المستوى العمري المتقارب، انه قديه مثلا لو اخين بالبيت شوي اعمارهم متقاربة ممكن يتقبل المعلومة اكثر من اخوه، او لو رفيقه شاطر اكبر منه بسنة بيعلمه قديه بيستفيد. متفاعل. صحيح. المبادرة رح نحكي عنها اليوم بعنوان زميلي هو معلمي، مبادرة اطلقها فريق دبليوليت التنموي التطوعي بهدف تقوية طلاب الشهادة الأساسي والثانوي من خلال دورات تقوية بمواد تعليمية ومختلفة بشكل مجاني. نتعرف على الفكرة وشو اللي عم بيقدمه الفريق. معنا اليوم بصباحنا غير أمجد زريع قائد الفريق التنموي التطوعي، وخالد عامر مدرس رياضيات ضمن المبادرة. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح النور. يسعد صباحكم. خلونا بالبداية يمكن نعرف المشاهدين أكثر عن فريقكم التطوعي دبليوليت، كيف بلشتوا، شو كان هدفكم الأساسي لما بلشتوا؟ هلا نحن كفريق دبليوليت تاسس باول العام 2017 كتجمع شبابي، حبينا نحن نساعد ببناء المجتمع، نساعد باي شيء بنقدر عليه كشباب. دبليوليت هو اختصار ل وي ليف اتريس، هي نحن نترك الاثر. حبينا كشباب نحاول نترك اثرنا ضمن المجتمع باي شيء من قدراتنا او وقتنا او جهدنا اللي بنقدر عليه. دبليوليت هو تخصص اكثر شيء من المجال التعليمي، قسم التربيه والتعليم بمبادره زميلي هو معلمي، بالاضافه لنشاطات ثانيه كنا عم نشتغل عليها من ناحيه الاعياد، من ناحيه رمضان، من ناحيه التوزيع، يعني اي مبادره احنا بنقدر عليها كشباب انه نحن نساهم فيها كنا عم نقدر نساهم فيها كمجموعه شبابيه. استاذ خالد، حضرتك مدرس المبادره، خلينا نتعرف اكثر عن دورك وعن الجزئيه اللي هي بتساهم فيها ليصير الزميل هو معلم. تمام. هلا بدايه مبادره زميلي هو معلمي، يعني هي مبادره تعليميه، الغايه منها او مهامها كانت انه نقدم جلسات ترميم نقص معلومات وجلسات تقويه للطلاب اللي هن بحاجه. كيف بدات الفكره؟ هلا نحن ضمن فريق دبليوليت كنا عباره عن اشخاص من مختلف الاعمار، يعني متطوعين من مختلف الاعمار، فينا صف تاسع، فينا بكالوريا، فينا طلاب جامعات. ظهرت فكره انه الطلاب الجامعيين يساعدوا زملائهم اللي هن طلاب شهادات اعداديه وثانويه. فلما عممنا هاي الفكرة فظهرت مبادرة زميلي هو معلمي. بهذا الوقت الفريق استعان بمدربين اختصاصيين كانت مهمتهم انه يدربوا الكادر التعليمي المتطوع ويأهلوه، عملوا لنا دورات تدريبية، طرائق تدريس، تقنيات تعليم حديث، استفدنا من هاي الدورات وبعدها بلشنا بالمبادرة. هلا انا شو كان دوري؟ أنا كنت متطوع لتدريس مادة الرياضيات، بعد ما عملنا الدورات بدأنا مباشرة مع الطلاب بجلسات التقوية وجلسات الترميم. يمكن اليوم هي المبادرة قديش مهمة في ظل الظروف الصعبة يمكن الصحية اللي عم نعيشها، نعرف انقطاع الطلاب اليوم عن مدارسهم لفترة طويلة، يمكن وقتها كمان كثير صحيح، قديش فعلا استغليتوها بهيدا الوقت؟ قديش كان في لها صدى لما نشوف انقطاع كثير كبير للطلاب، ولما نشوف ناس كثير متطوعين ممكن يساهموا بتعليم الطلاب لأنه الدروس الخصوصي والأستاذ، شفت التكاليف اليوم صارت عبء كثير كبير على الأهالي. تمام. هلا نحن بداية لما ظهرت الفكرة وبظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها بلدنا أو اللي مر فيها بلدنا الحبيب، يعني حبينا نقدم هذا الشيء، فكان عندنا 63 مدرس متطوع. توجهنا أول سنة كنا بمحافظة دمشق، بعدها توجهنا للغوطة الشرقية بالسنوات اللي بعدها، السنة الثانية كنا بمنطقة عين ترمى، والسنة الثالثة كنا ببلدة حمورية. قدمنا ما يقارب 8260 ساعة تعليمية تطوعية. استفاد منا ما يقارب 1235 طالب. يعني هذا العدد، يعني الحمد لله قدرنا نترك أثر كثير حلو عند الطلاب. أكيد، يعني اسم المبادرة لوحده هو اسم بيجذب كثير فئات عمرية، ولهيك بدي أسألك أمجد بالتحديد عن الفئات العمرية اللي تم الاستفادة منها. السنوات تقريبا مثل ما حكت 3 سنوات حاليا صار عمر دبليوليت، كيف تم التواصل مع الأشخاص المستفيدين؟ كيف قدرتوا توصلوا لهم؟ بداية
بداية كنا نحن عم نتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، هو كان الأسهل والأسرع للوصول بالنسبة للطلاب. الفئة المستهدفة هي كانت طلاب التاسع والبكالوريا، في طلاب كانوا منقطعين حبوا يرجعوا للدراسة، في طلاب إن كانوا عم يشتغلوا على حالهم، بس نعرف نحن الأسعار اللي كانت غالية بالمعاهد الخاصة أو العبء اللي كنا عايشين فيه. فنحن لما انطلقنا فيها هي كانت مستهدفة للطلاب التاسع والبكالوريا، ومثل ما تفضل الأستاذ خالد هي كانت المقاربة بالعمر بين الأستاذ والطالب هي اللي كانت ميزة هالمبادرة، يعني إنه بحيث هو طالب جامعي مثلي هو اللي عم يدرسني، فكانت هي أسهل يعني من نطاق التعليم أو أسرع بالسير العملية. يمكن بعيدا عن إعطاء درس أو المعلومة بطريقة مباشرة، هو التواصل حتى من خلال الدراسة والتقارب بالعمر بيتقبل الطالب اليوم بطريقة أسهل، بس يمكن ضمن هاي الظروف الصعبة عم نقول صار لكم 3 سنين، بعتقد يمكن صار ضغط عليكم أكبر، في مسؤولية أكبر لتكونوا موجودين أكيد منشرين يعني أكثر. يعني هو كان تحدي يعني خلينا نقول، وقدرنا الحمد لله أنه ننجح فيه. طيب كيف كان خليني أقول تعاون الأهل؟ يعني كثير يمكن أهل بيقولوا بخصوصا بهي المرحلة إن كان التعليم الثانوي أو التعليم الأساسي إنه لا أنا بدي أدور على أستاذ متخصص لابني، هي مرحلة حساسة ما فيني جازف ودخله بهيك مغامرة، شو عرفني إنه خليني أقول هذا طالب الجامعة رح يقدر يعطيه المعلومة؟ يعني بيكون في كثير أسئلة، كيف قدرتوا تطمنوهم وتعطوهم هيك فكرة إنه لا هي الطريقة مفيدة وممكن يستفيد ابنكم من خلالها؟ أول تحدي كان لأنه هي المبادرة مجانية، فكانوا الأهالي مجاني معناته هو ما في جودة، معناته إنهم عم يتدربوا فينا أو عم تماماً كثير أسئلة حتى إنهم يطلعوا كأساتذة أو شيء. فالحمد لله هي كانت فترة تجربة بيننا وبين الطالب، لما هو انجذب مع الأستاذ فهو كمل وصار يدعي رفقاته ويدعي أهله ويدعي كذا، فهي كانت عبارة عن سلسلة طالب هو اللي عم يشجع غيره حتى يجي. هي كانت أول فترة كان عدد الطلاب كثير قليل، فكل ما عم يكثر عدد الطلاب من يعني من ناحية إنه هو انبسط مع المدرس فهو جاب رفقاته أو جاب حدا ثاني يطلع معه. طيب حضرتك أستاذ رياض زياد، كنا عم نحكي 3 سنين من العمل المتواصل، خلال هيدا العمل قديش كان في فعلا تفاعل مع الطلاب؟ قديش فعلا صاروا يتقبلوا؟ ويمكن كمان لانه انتم اعماركم صغيره شباب، فيمكن نوعا ما لما تاخذوا كرفيه ببعض الطرق بيتقبل منك، لانه حتى ماده الرياضيات هي اساسا من المواد الصعبه صحيح. على الطلاب هلا بدايه لما دخلنا باول جلسات واجهنا كثير تحديات، مثل ما تفضل الاستاذ انه الطالب بخاف من الماده، الطالب بخاف من عمر الاستاذ، انه الاستاذ ممكن ما يكون عنده خبره مثل ما حكيته. ايه فنحن شو اللي ساوينا؟ دخلنا بالبداية نزلنا لمستواهم، يعني نحن أول شغلة لازم نعملها نشوف هذا الطالب شو مستواه، ننزل لعنده ونطلع نحن وياه سوا. فلما شافونا نزلنا لعندهم فمثل وثقوا شوي فينا، ارتاحوا معنا. بعدها بصراحة صرنا نشوف يعني الشغف بعيونهم، يعني نجي على الجلسة نحس هن المبسوطين ونحن مبسوطين، يعني نحن تشجعنا اكثر لما كنا نشوف. يمكن كسرتوا القاعده لانه شاب صغير ممكن ما يكون عنده الخبره الحمد الكافيه، كسرتوها بهي الطريقه. تمام كسرناها ويعني بناء على النتائج، ومثل ما حكى الاستاذ انه الطلاب يجيبوا رفقاتهم يجيبوا زملائهم، يعني هي كثير اثرت معنا. نحن لما نزلنا لمستوى الطلاب وشجعناهم قدرنا نكسبهم، قدرنا نأدي نتائج كثير حلوه بصراحه. يعني انا بالنسبه لي اللي كان يشجعني يكمل هو الشيء اللي كنشوفه بعيونهم، يعني اطلع لاي طالب هو حابب، وبالتالي نحن نأدي اكثر. اكيد يعني لكون صريحه معك استاذ، يمكن ماده الرياضيات من المواد اللي كثير تشغل بال الاهل والطالب نفسه، بيخاف دائما، العلمي بيخاف من الرياضيات والادبي بيخاف من العربي، يعني هدول المادتين الاساسيتين اللي كانوا بيعملوا رهبه. بس كمان يعني النتيجه الاولى، بتتذكر يمكن اول فحص بكالوريا للطلاب اللي علمتهم كيف كان؟ تمام هلا انا بحكي لك كيف كانوا الطلاب وكيف صاروا. دخلنا يعني في طلاب حدا جاب علامات تامه؟ تمام ايه طبعا، بس كبدايه دخولنا كان في طلاب، تخيلي طالب بكالوريا على مستوى جمع وطرح ما بيعرف. معقول؟ على مستوى جمع وطرح، تخيلي انه ضرب هاي الامور ما بيعرفها. ونحن يعني انا من قناعتي بصراحه بآمن انه الرياضيات هي اساس. بس كان الاساس قوي فانا ببني اي معلومه بدي اياها. فهذا اللي صار، يعني رجعنا معهم للاساس، تعذبنا شوي بالبدايه لكن ارتحنا بعدين. بعدها صاروا يعطوا نتائج حلوه، علامات تامه كان فيه، علامات شبه تامه كانت كثير.
لليوم طلابي يعني من سنتين بيتواصلوا معي وبيقولوا انه يعني قدرنا نحقق كثير، يعني شيء كثير حلو. طيب استاذ امجد، بعد هي المبادره شو الخطوات يمكن القادمه اللي راح تقوموا فيها؟ نحن تقريبا باواخر عام 2020، اكيد في خطه عمل دائما تضعوها مع بدايه العام، يعني عم تقولوا 63 متطوع، عم تروحوا على مناطق يمكن 3-4 مناطق، في هدف كمان انه نحن لازم نتوسع اكثر بالمناطق او بالمحافظات السوريه. نحن صراحه يعني حاطين النطاق التعليمي هو اهتمامنا الاول باعتبار هو احتياج، وبنفس الوقت في عنا طلاب كثير بالغوطه لان قطعوا عن الدراسه لمده 10 سنوات خلال فتره الحرب، فنحن حطينا النطاق التعليمي هو اساس لانه عم نشتغل عليه يعني بشكل كامل خلينا نقول، او كل جهود الفريق او كذا هي عم تروح للنطاق التعليمي. بالاضافه نحن نشاطات ثانيه فهي بتجي نوعا ما مناسبات او لحظيه مثل رمضان، مثل الاعياد، توزيع الثياب، توزيع هدايا. بالاطار التعليمي شو محضرين؟ النطاق التعليمي هلا نحن ان شاء الله عم ندرس عده مناطق انه مين المنطقه الاحتياج الاكبر، مين المنطقه اللي بنقدر نحن نخدمها من ناحيه الكادر والمشرفين والمدرسين والعدد والكثافه اللي فيها وعدد الطلاب اللي فيها، وعم ندور على مكان بعده مناطق يعني مثل الغوطه الشرقيه او الغوطه الغربيه، عم نشوف في داريه، عم نشوف في حموريه، عم نشوف كذا، فنحن حاليا عم ندرس مناطق خلال ان شاء الله شهر بالكثير نكون نحن حضرنا للسنه الجديده. يعني التعليم هو شيء كثير اساسي كثير وكثير مهم، ويمكن المناطق اللي حكيت عليها واللي حكى عليها الاستاذ هي من المناطق اللي خلال الحرب تضررت كثير، فقدت التعليم، وهذا الشيء بينعكس بالاجيال عليهم، لهيك توجهكم لهي الاماكن هو خطوه كثير مهمه واساسيه. اضافه للتعليم، هل بيكون في نوع من خليني اقول التاهيل النفسي التربوي من خلال تعاملكم مع خليني اقول اوقات شباب تضرروا نفسيا بهديك المناطق؟ هلا اغلب المناطق كنا عم نشتغل فيها كان في منظمات ثانيه هي عم تساعد بهذا المجال اكثر، اختصاصيين يعني في تشبيك بينكم وبين مثل بين ترمان لما كنا عم نشتغل كان الهلال الاحمر موجود، فالهلال الاحمر عم نشتغل بهذا المجال بشكل اكبر مثلا، يعني هنا عنده اختصاص اكثر بهذا المجال او كذا، ونحن عم نشتغل على نطاق التعليم. بالاضافه نفسيه المدرس لما يكون هو من عمر الطالب فهي الروح الاخوه او الصداقه اللي كانت موجوده هي لحالها دعم نفسي من حصه للطلاب. طيب كنتوا عم تحاولوا تتواصلوا مع المدارس الموجوده هنيك لتعرفوا يمكن، ولا لا من خلال فقط مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني ادائكم كان عم يتطور خلال هي من خلال توسيع دائره عملكم؟ هلا بالسنه الاولى والثانيه كان السنه الاولى كان معاهد تعليميه ضمن مدينه دمشق. السنه الثانيه توجهنا لعين ترما، هنيك اخذنا مركز مستقل فينا. حدا ساعدنا يتم التواصل مع المدارس؟ لا وقتها ما كان في تواصل لانه ما كان فيها التنسيق. السنه اللي بعدها يعني اللي هي اخر سنه نحن قمنا المبادره بمدرسه محمود الزريع وهي مدرسه حكوميه. كان دوامنا ايام جمعه وسبت وخلال ايام الاسبوع بعد الدوام المدرسه. بيسهل عليكم يمكن تنسيق. الشغل طبعا جدا، يمكن الطلاب اللي محتاجين لدروس، اي الطلاب اللي ممكن تكسفوا دروس ببعض المواد طبعا، هذا يعني هاي الغايه انه نحن اتجهنا للمدرسه الحكوميه، طلاب يعرفوها، طلاب فيها بالاساس أكثر يعني ثقة حتى بس تمام، اكثر ثقة تمام. كان تنسيقنا الاكبر مع رؤساء البلديات بالمناطق اللي عم نشتغل فيها، عندهم احصائيات، عندهم يعني الكثافه السكانيه الموجوده، عدد الطلاب التاسع، عدد الطلاب البكالوريا. بالاضافه نحن ودخلنا على عين ترما ما كان بالاصل موجود مدارس، يعني نحن لما دخلنا كنا ندخل على الموافقات الامنيه بالاسم كذا، ما كان مسموح الدخول والخروج. هلا يمكن الموضوع بالنسبه تماما، هلا صار اسهل الموضوع بالنسبه كثير، يعني سهل اكثر عن قبل. اكيد يعني يمكن بالبدايه مثل ما قلت كان مواقع التواصل الاجتماعي هي البوابه لكم لتعرفوا او تنتشروا من خلال الناس. طيب كيف الناس بتقدر تتواصل؟ يعني انا اليوم سمعت عن المبادره، كيف بقدر يجي لعندكم سجل ابني يستفيد من هالمبادره؟ كان عندنا روابط استبيانات على مواقع التواصل كنا نشرها على الواتساب، على جروبات المناطق، على كذا، في رؤساء البلديات كان عندهم جروبات كبيره يعني للاهالي يعملوها مشان تواصل اي شيء او اخبار او كذا، فكنا نحن نساعدونا بهذا النشر. بالاضافه انه نحن عندنا استبيان الكتروني بيعبيه الطالب بالمعلومات، فنحن هون بكون عندنا احصائيه من قبل ما نبدا بالمكان، فعنا إحصائية مثلا في عنا 300 طالب تاسع، 200 طالب بكالوريا علمي أدبي، الأعمار الموجودة في أعمار كانت تدرس معنا عمرها 40 و50 سنة، فهذا الشغف اللي كان موجود كمان يشجعنا أكثر أن نحن نشتغل أكثر. فالاستبيانات هي اللي كانت إحصائياتنا لحتى نقدر نحن نحصل أعداد ويكون عنا تواصل على أرقام الجوالات نرجع نتواصل معهم، نحن عنا الدوام بهالأيام بهالمكان بهالأعداد، شو الصف اللي أنت مسجله إلى ما هنالك. ببداية حديثك يمكن قلت في كثير من الناس أو الطلاب تواصلتوا معهم كان في عندهم مشاكل كثير صعبة بالتعليم وتحسنوا بشكل كثير كبير. لكل الناس اللي عم يتابعونا بالختام كلمة أخيرة، إنه مع يمكن التعاون والعمل سوا
ما في شيء صعب، يعني صعوبات التعليم ممكن مع المتابعة والمشاركة ممكن تخفف عبء على الأهل وفعلا يكون الطالب من الأوائل. هلا طبعا بالنسبة لموضوع يعني المشاركة، هلا نحن في شغلة لازم نعرفها، أي شيء بالممارسة فنحن قادرين يعني نطوره، قادرين نعمله أحسن، هي شغلة. ثاني شيء لما تساعدنا نحن والطلاب، لما يعني قلت لك أنا أكثر مشكلة كنت بواجهها بصراحة، أول مشكلة بواجهها لما بدخل القاعة كيفية إقناع الطالب إنه الرياضيات هي مادة مو صعبة، هي أول مشكلة. بعدها بس حاولت أقنعه بهذا الموضوع، بتوجه قلت لك لموضوع التأسيس حتى هو يساعد نفسه. بعدها بده يصير في ممارسة، في بده يصير متابعة من الأهل ومن الطالب من الأستاذ، يعني هاي الأمور كلها سوا. النصيحة الثانية هي مو للطلاب ولا للأهل، هي لكل حدا جامعي اليوم أو مو يعني لكل حدا فينا عنده وقت أو بفضل إنه يكون عنده وقت لعمل تطوعي. يعني بصراحة العمل التطوعي بعد تجربتي هو تجربة كتير فريدة. يمكن عم نشوف بالآونة الأخيرة في عمل تطوعي كبير خلال الأزمة، يعني صحيح. الشباب السوري كان له أثر وبصمة كتير كبيرة بالمجتمع المحلي. تمام. هلا مثل ما قلت لك بس نبلش بالبداية بنتخوف، بس نبلش ونشوف يعني إنه في نتائج حلوة فنحن يعني منكمل بحب طبعا. فمثل ما عم قلك أنا تجربتي أو مبادرة زميلي هو معلمي بالنسبة إلي كانت تجربة فريدة، تركت عندي بصمة كتير حلوة بصراحة، علمتني كيف أترك أثر عن طلابي. من هاي التجربة الحمد لله اليوم هذا الشيء مستمر فيه وين ما كنت. أكيد. تفضل الأستاذ أمجاد. أنا بدي أوجه نصيحة صراحة للأهالي، من ناحية إدارية بنلاقي كتير عند الأهالي قناة إنه إذا مجاني معنا ما في جودة، فهي القناة بدنا نحاول نلغيها احنا عند الاهالي او كذا، انه مو بالضرورة انه انا كل ما يكون سعري اغلى معناته انا احسن يعني. فهي يعني قناعة شوي غلط من لاقي احيانا عند الاهالي، فهي بس هيك بوجهها كنصيحة انه احنا ممكن نقتنع باي شيء مجاني او نجرب ربما يكون هو افضل من المأجور او الغالي، فهي القناعة يعني شوي لازمها شغل بصراحة. هي صحيح مجانية بس فيها شيء اغلى اللي هو الوقت. تمام. الوقت والمحبة اللي موجودة عندكم، يعني نحن كثير فخورين فيكم وبالباقي الفريق كلياته اللي معكم، لأنه برغم كل هاي الصعوبات اللي عم نمر فيها قدرتوا تدوروا على وسيلة تساعدوا فيها حدا. الخير أوقات بالفكر مو شرط بس يكون بالمصاري وبأشياء تانية. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا كثير لكم. الله يسعدكم. أكيد بدنا نشكركم على وجودكم معنا فريق دبليو ليت ولكل كادر الفريق، ويمكن لمحاربة جميع الظروف هي بالعلم، يمكن لأنه العلم هو نور لطريق بكرة. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. شكرا لكم.